صباح الفل ابو حميد. حبيبي استاذ احمد الله. بقالنا مده ناس انت وحشتنا ولا هي اللي وحشتك؟ والله احنا الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ باشمهندس احمد. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيك؟ الله يبارك فيك يا فندم. احنا من المتابعين والمحبين من قناه جبار السويس. اهلا وسهلا. مبسوطين ان احنا جينا. حضرتك اسم حضرتك؟ محمود شعبان جاي من المنوفيه. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. وجايين طبعا عن حاجه كويسه ان سعادتك بتعرضها. وانت حببتنا بصراحه في الناس الكويسه هنا والسوق والاسماك. هي مش متواجده في البحر الاحمر هنا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يا رب يكون عند العشم وعند القبول يعني. صراحه الناس هناك هم محترمين والحاجه هنا ما شاء الله فوق الجوده. الله يبارك فيك. الجوده هنا متناهيه. انت شرفتنا هنا في السويس وسوق الانصاري. تسلم تسلم يا باشمهندس. الله يبارك فيك. الله يخليك. امسك يا فندم. ايوه محمود. ايوه يا احمد. نبدا بالحلويات بتاعتك. ده اللوكس. ده اللوكس. بكام؟ ايوه اي حاجه عنده استاذ احمد ب 40 جنيه. اوكي 400 جرام. لا 400 جرام. هو 450 جرام بس. 450. لما بقول 400 جرام بقول عشان يبقى في زياده من تبقى عندي انا. يبقى انت في الامان يعني. في الامان. في الامان مش مع الزبون. مع ايوه 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 طبعا. عشان الميزان ده حاجه ثانيه. دي طماطم. طماطم. وفي طماطم ثانيه اهي. نوع طماطم. بصوا يا جماعه دي طماطم. نوع من الطماطم. ودي نوع من الطماطم. وده لوجز. وده لوجز. ده نهيد. 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 جميل جميل. مفيش سريديا اظن. في سريديا نعماني في اخر طبقين. سريديا النعماني. طبعا عرفنا يا جماعه السريديا النعماني تبقى حجمها كبير. الله ينور عليك. طبعا حاجه احمد حمدته والله مش عشان هو واقف. طبعا عارفين احمد وحتى الناس بتقول فرشه. احنا ان شاء الله برضه هناخد منه حاجته كويسه والجوده ما شاء الله يعني. الله ينور عليك. جميله ان شاء الله. الله ينور عليك. ده احمد انا بحبه لانه هو شاب. شباب الشباب اللي بيرعى ربنا. ربنا يرعى ربنا. الله يصلح حالك. الله يكرمك. كل حاجه حلوه. والله. نعم حبيبي. انت راجل محترم وبتنزل الناس الحلوه. الله يبارك فيك، انت راجل محترم، ربنا يبارك فيك. انا ابن بلد وابن سوق، انا اساس السوق ده كله، من اوله لاخره. صياد وسماك وبياع. احنا عن ابا عن جدا. من ايام الخوف. والله شهادتك دي انا هحطها على دماغي من ايام البواطات، مش من ايام لسه اقول. بقول لحضرتك الشهاده دي عندي انا اعتز بيها. بس حلو حالك يا بركه. ماشي. الكابوريا دي بكام يا احمد النتي دي؟ الكابوريا النتي دي عامله 50 جنيه بتاعت احمد اللي شغال معايا هنا. ايوه ايوه. والشخرم ده بتاع حلايه. ايوه عكر عارف. بكام ده؟ ابو دقن سودا ده عامله 40 جنيه. ب 40 جنيه. ايه ده يا جماعه كان فرش احمد حمدته. اولاد حمدته. بالمناسبه استاذ احمد الرقم اللي على اليافطه مش بتاعي. طب قول رقمك انت بقى. 010 17 10 40 53. اتصل بيك ناس اكيد كتير. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ربنا يزيدك يا احمد. ربنا يكرمك. شوف انت هتاخد ايه وانا خارج كنت هاخد. ربنا يحسن سواك يا احمد.